ومشاهدينا هذا صارت ويانا الدكتورة منار عمران عبر سكايب حتى نتعرف خلالها على كل ما يخص الموضوع. نرحب بها ونقول لها يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا بيج أستاذة، نورتينا بصباح دجلة. صباح الورد يا حلوان. شكرا لك. طبعا احنا بالبدايه حابين نعرف من عندك، ليش الشخص دائما لما تقل فلوسه او مثلا الراتب بعد ما جاي هنا راسا راح يصير به يكتئب بشكل لا ارادي، يعني حتى هو بحيث هو ما منتبه على نفسه انه انا ليش ضايج، ما عندي شيء مضوجني، يعني حياتي العائليه ماشيه طبيعي، اموري كل شيء اوكي، ليش انا مكتئب؟ بعدين يكتشف انه هو مثلا راتبه خلصان او فلوسه خلصانه. خلينا نعرف يعني انه المال مرتبط بمركز الامان عند الانسان. لما ينضرب المال ينضرب عند الامان، واذا مضروب عند الامان قيمه الامان، الامان قيمه، الامان قيمه مثل كل القيم، مثل الحب، مثل التقدير، مثل الاحترام، هو قيمه. لما يكون عندي امان يكون عندي حافز للحياة، يكون عندي طموح أنه أفتح مشاريع وأساعد ناس وأدي واجباتي بهذه الحياة الدنيا، أدي واجباتي الدينية والدنيوية، لأن حتى الدين يحتاج لمال ثر، يحتاج لقابلية. فأني إذا يكون عندي مال قليل معناها شعور الأمان قل عندي. هذا يمر بي الناس، طبعاً اللي نشأ بعائلة فقيرة ما يحس به مثل اللي نشأ بعائلة غنية ونشأ مدلل وفجأة صار فقير. هذا أكثر تنضرب عنده قيمة الأمان، ومن ينضرب الأمان راح ينضرب الحب، راح ينضرب حب الحياة، راح ينضرب تقديره لنفسه، تقديره للآخرين. فهذا كله يتبع، يعني المال هو بالضبط مرتبط بجذور الإنسان، جذوره بوجوده بهذه الأرض. أنا موجود هنا في هذه التجربة، حتى يسموها التجربة المادية، إحنا موجودين كأجساد، تجربة مادية هذه، لأن أخذنا هذا الجسد، الدم واللحم، فهذه تجربة مادية، المادة. فأنا إذا ما عندي المادة اللي تمشيني، بيت، سيارة، شفت تقريركم على السيارات، بيت، سيارة، أموري حلوة المادية، ألبس حلو، أقدر على الأقل اللي أحتاجه يكون عندي، اللي أحتاجه مو اللي أحلم به، على الأقل اللي محتاجه يكون عندي أكل، شرب، ملبس، أروح وأجي، مصاريف بإيدي. فمن يقل شعور الفلوس ما عندي يقل شعور الأمان. والأمان من ينضرب؟ ينضرب كل القيم ترى. أول شيء ينضرب أنه أنا غير مقدر لنفسي بنفسي. يعني أنا ما عندي تقدير لنفسي. سيد منار، حابة أسأل السؤال، يعني هل هذا الشيء صحي أم لا؟ يعني من واحد كل ما قل فلوسه يحس بعدم الأمان ويجي وراه كآبة، هذا الشيء صحي إلى حد ما؟ ممكن هذا الشخص يعني يبدأ يتحرك حتى يصير أفضل؟ لو لا، هي غير صحية، لأنه الإنسان عادة يعني طبعا تخلص فلوسه وترجع فلوس وتروح وتجي، فشنو الصح؟ هو غير صحي، كل الأحوال غير صحي، لأن إحنا جايين لهاي حياة الدنيا، إحنا جايين لهنا، إحنا موجودين اليوم هنا بهذه الحياة حتى نستمتع، والاستمتاع ما يجي بدون مادة، المادة هي الوسيلة اللي أستمتع فيها. يعني ما في أي وسيلة تستمتعين في الحياة إذا ما عندك هاي المادة. أنت ما تقدرين تشربين مي إذا ما تشتري اليوم حتى المي صار بفلوس، وحتى الهواء، أنه حتى إذا أستمتع اليوم، أنا درجة الحرارة الحين عندي بتركيا ناقص 3، فأنا ما أقدر أستمتع بالحياة وأنا بردانة، ما عندي فلوس أدفع كهرباء، أو ما عندي للمدفأة، ولا عندي فلوس مثلا بالصيف أنه أشتري تكييف. فحتى الهواء هو يحتاج لمادة، فأسلوب غير صحي أنه ما عندي فلوس. لكن أكيد يؤدي للاكتئاب. من الحالات اللي تجيني في ناس كسولة، يعني عنده كثير أمور يقدر يسوي فيها مشاريع، بس هو حاب الكسل أو حاب الاتكال على أمه وأبوه. هل القليل اللي يعطوه إياه هو حس أنه هو كثير؟ فحسب الشخص. في شخص من الاكتئاب يطلع ويصير ملياردير، وفي شخص حاب يبقى بهاي البقعة اللي اسمها الفقر، حسب الأشخاص. لكن الأكثرية والحمد لله أنهم يطمحون أن يكونون بحالة مادية ممتازة، لأن عرفوا الفرق بين المادة تكون قادر أنه أعيش ولا باحتياجاتي واحتياجات من أحبهم أو لا. نعم، طبعا دكتور احنا بدنا نربط مثلا سعادتنا بالفلوس اللي مثلا بدها تنقص يمنا، احنا بدنا نضوج بهذه الحاله، ولكن اكو ناس هم يعني عندهم كل الاشياء اللي هم يخليهم تكونون فرحانين، وعندهم فلوس همينة هوايه، ولكن هم تلقيهم حزينين جدا ويقولون انه الفلوس ما تجيب سعاده. عيد السؤال حبيبتي، الصوت مو واضح. نعم اكيد. طبعا كنت اسالك انه اكو احنا بدنا نربط سعادتنا بالاموال، وبدنا نقول انه لما تنقص الفلوس عندنا هنا احنا بدنا نشعر بالكآبه بشكل لا ارادي،
ولكن اكو اشخاص هم عندهم فلوس هواية، عندهم كل الاشياء اللي تخليهم يكونون فرحانين بحياتهم، ولكن هم تلقيهم تعيسين ويقولون انه المال ما يجيب السعادة لنا. شنو هو الشيء اللي اهم من المال؟ موجودين خاصة الاغنياء اللي يوصل درجة ملياردير وحاس انه هو طموحاته ما تحققت. تشوفين اولاد الملوك مثلا، عندنا هذا النموذج اللي ب 2023 هاري ابن الملك البريطاني تشارلز، ملياردير وولد ملك عن ملك عن ملك، لكن هو ابن مين؟ هو ابن ديانا. ديانا كئيبة وشعور الضحية عايشة، وانه انا اتطلقت وانظلمت وخلت كل العالم انه تتعاطف معاها، هو هذا ابنها. فشعور الامان بغض النظر عن انت ابن ملك ولا انت ابن فقير او انت ابن غفير، هو شعور. المال شعور. فتلاقين نعم الناس من توصل الى درجة مليونير ملياردير يقول بعد ما عندي سعادة. من وين جاي هذا الشيء؟ من الطفولة. من الطفولة ما عنده أمان، يا انضرب، انضرب كثير، يا أمه وأبوه ما كانوا بالصورة، لأن هم الأم والأب هم صورة الأمان. صحيح. لذلك اللي يلاقي الحب من أمه وأبوه هو هذا اللي يحقق طموحات كثيرة ويصير غني. وخلي ناخذ بنظر الاعتبار الفقر والغنى هو متوارث، يعني إذا اللي أهله أغنياء بسهولة يكون عنده أمان وبسهولة يجيب الفلوس، حتى لو يخسرها يرجع يجيبها. لأن يعني عنده موروث من أهله أنه أنا غني، أنا أباً عن جد عندهم فلوس أهلي أو أهلي وأجدادي، وحتى إذا أهله فقراء أجداده أغنياء هو غني يكون. هو شعور، المال هو شعور. الكئيب هو من الطفولة كئيب، فلو جيبي لأموال الدنيا هو من البداية عنده هذا الاكتئاب. يمكن أمه كئيبة وهي حامل فيه، وأول 7 سنين شبعته كآبة، لأن كل المشاكل النفسية كما نقول كثيراً تبدأ من أول 7 سنوات طفولة، وغالباً تجي من الأم والأب. نعم ست منال، اكو ناس هم ما شاء الله يعني عندهم قدره ماديه زينه، بس دائما عندهم خوف من انه هاي الفلوس تخلص، هاي هم شعور عدم امان، صحيح؟ طبعا هذا خوف جايبه من اهله، يعني متربي هو على الخوف، دائما اهله كانوا يرددوا له مثلا لا تصرف خاف، احنا دائما عندنا العراقيين كلمه لا تطلع خاف، الدنيا بارده، لا تطلع خاف، لا تلبس خاف، عندنا كلمه خاف ويا كل جمله نقولها، فهاي كلمه خاف جاتي حتى ويا الفلوس، حتى ويا نفسنا لما نفكر، يعني لما يكون الإنسان بعمر صغير يقول ما أصرف هذا الشيء، خاف أحتاج دكتور وما عندي فلوس. فعندنا دائما شعور الحاجة. نعم. كله متوقع أن آت، في قاعدة نفسية تقول كله متوقع أن آت، فأنا من أتوقع أنه راح تروح الفلوس تروح الفلوس. وأنا عندي تجارب ناس مقربين، ناس تجيني بالعلاجات وصل درجة ملياردير بالدولار. ملياردير ونزل ويرجع يوصل وينزل، لأن عنده قلق، عنده قلق وعنده خوف من فقدان الفلوس فيفقدها، لأن المال هو شعور. من أشعر أنه أنا ما أصرف لأن لا تروح الفلوس، يجي لك نصاب حرامي ويأخذ الأول والثاني، أو تروح بصفقة طريقة. فيخسرون كثير، يخسرون ما دام في شعور قلق وخوف واكتئاب. نعم. يروح المال طبعا دكتورة. نعم. أيضا إحنا يعني مع الأسف نشوف بهواية من العوائل العراقية أنه العائلة تكون ملمومة والكل يحب بعض، ولكن بعد ما يعني يتوفى الأب والأم هنا يعني الإخوان يعني تصير مشاكل بيناتهم بسبب الورث والفلوس، وهذا ايش قد راح ياخذ وهذا ايش قد راح ياخذ، كل هذه الأشياء والمشاكل اللي تصير بسبب المال هنا. يعني مثلا الأهل ايش قد لازم يغرسون هذه الأشياء او القيم بداخل ابنائهم، لانه احنا يعني هذه الحالة احنا نشوفها هواية، يعني حتى بعض الحالات نشوفها مثلا ممكن الوالدة موجودة ولكن الأب متوفي، العم هو اللي دي ياخذ فلوس، دي ياخذ حق أطفال إخوانه وأيضا حق زوج يعني مرت أخوه عفوا. فيعني اليوم هذه المشاكل نشوفها بدرجة كلش كبيرة بالعراق خاصة. نعم عفوا انقطع الصوت بالأخير. نعم، فاني يعني قصدي انه كان اليوم هذه المشاكل والمال ايش قد ياثر على حياتنا، يعني احنا بدنا نشوف بده يصير مشاكل بين اخوان بسبب الفلوس. نعم طبعا، لان المال وسيله، يعني هو شوفي الموضوع كله حق وغير حق. ما هي احنا ليش يعني جينا على عالم بهذا الزمن احنا عايشين، في ناس بشريه كثيره تقدمت يعني واعطتنا هاي الدستور للحياه، حقك وواجبك. فانا من اكل حق غيري
راح اجيب الدينونه الي وراح اخليهم هم يحملوني دينونه. هي الموضوع كله متعلق انه انا اعطي الحقوق ولا ما اعطيها، فيبقى هذا متحسر، لان عمه اخذ حقه ولا اخوه. في اخوان ياخذون حق خواتهم البنات، أكيد. وفي امهات على فكره ترى نموذج جديد هذا موجود من 4 5 سنين كثير، يجيني بكثره استشارات. نعم. ام تاكل حق اولادها، اب ياكل حق اولاده، حتى بالميراث يعطي الواحد والباقيين يحرمهم. فهي هي مساله حقوق وواجبات. انت كم انت تربيتك، طبعا هذا هم خوف، هذا هم خوف. مثلا انا اعطي للي يخدمني، هذا خدمني باخرتي فانا اعطي له الاول والتالي واكل حقوق الاخرين اخوانه. فهي مساله تربيه، هي مساله تربيه من البدايه. لذلك دائما ننصح الاهالي انه ربوا اولادكم على الشبع. مو تغرقوهم فلوس وكل شيء اللي يريده تجيب لها، لا بالمعقول. حتى اذا انت ملياردير مو كل شيء اللي يريد الطفل تجيب لها، بالمعقول اعطي له حقه. اليوم انت حقك كذا كذا كذا، علموهم على الحقوق والواجبات حتى لما يكبرون لا يظلمون نفسهم ولا يظلمون غيرهم. لان الظلم ترى هو مساله حق وواجب، انا اعرف الحق ولا ما اعرفه، هذا نعم. كل ما بالامر. نعم. واكيد الفلوس تعمل مشاكل. اي نعم، سبب اغلب المشاكل بالبيوت هي نقصان الماده. نعم. وزياده الماده ايضا تسوي فلوس اذا ما نعرف كيف ندبر الزياده. يعني كثير ناس عندها فلوس هوايه، مثلا يشوف المشاهير، طيب فلوس هواي وفقراء العرب كثيرين ترى. يعني أنت عندك 100,000 دولار ما تعرف شو تسوي فيها، تروح تخليها في صالات قمار وما أعرف شو. وفي مثلا تقدر تفتح 20 مشروع الفقراء. مساعدة. نعم يعني ما شاء الله عليك دكتورة، انطيتينا يعني الموضوع بكل تفاصيله، انطيتينا هواية معلومات. احنا نتمنى انه هذه الاشياء ما تكون متواجدة يمنا ان شاء الله ونتعالج من عندها. شكرا لك، نورتينا، تسلمين. شكرا لك استاذ منار.